قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال وبيت الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما للإنصاف.